وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجولة الأولى والسؤال الأول مع الأستاذ سعدي الفتلاوي. تفضل تعال تعال حبيبي. والأخ ضير العبودي وأهلا وسهلا. مرحبا أستاذ ضير. مرحبا أستاذ سعدي. الله يسلمك. شلونك أستاذ سعدي؟ الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ احكي لي شوية عن نفسك، عن عملك، هواياتك، مغامراتك. اي بكيفك. لا واحدة من عندي اختار لي. انوخذنا والله. لا لا ما انوخذت. احكي لي شوي عن اسمك. أنا سعدي جاسم غزال الفتلاوي. نعم متقاعد. من بغداد. ومتقاعد. يعني مبين عليك كبير. مبين ما ادري متقاعد ولا متقاعد. اها شلون عرفتك؟ مكتوب على قصتك متقاعد. يلا تحية. تحية للمتقاعد. طيب متزوج ها؟ الحمد لله. الحمد لله وشكر. أولاد ايش قد عندك؟ عندي أربع بنات. أربع بنات. واثنين ولد. ما شاء الله الله يحفظهم جميعا. هواياتك شنو؟ هواياتي مطالعة. مطالعة وقراءة الشعر. مبلغ. وسمعت عنك انه تقرا شعر جيدا. سمعني شعر استاذ سعدي. راح اسمعك شعر إيه؟ عن نسوان. عن نسوان؟ يعني غزل. زهيري. لا زهيري. زهيري يلا ما يخالف يلا خلينا نسمع شعر زهيري. يقول يا صاح سهم الهجر قلبي ترى مرمرة. الله. والقلب دم ولحم. إيه؟ مو صخرة أو مرمرة. الله. جيتك أنا المشتكي وشكواي من مرمرة. الله. بحيث من حيث ما تنجرع بطباعها مرة. الله. ما شفت بيها الفرح حتى ولو مرة. يا رب بجاه النبي يسر ولو مرة وخلصنا من هالمرة لأن هالمرة مرمرة. الله. زين هذه على ياهو منهم. على ياهو منهم كلهم؟ لا شيني هاي. لا عندي أم أحمد تسوى الدنيا. وردة تحياتي لأم أحمد والله يحفظ لك أم أحمد. تحياتي لأم أحمد. أهلا وسهلا. والأخ خضير مرحبا. مرحبا أستاذ. احكي لنا شوي عن اسمك، عملك، هواياتك. أنا خضير عباس، هواياتي المطالعة والسفر. من ضمن عملي السياحة سابقا وبعمل في مجال الترويج على الفيسبوك. أهلا وسهلا. إذا خلوا نروح إلى السؤال الأول. إيد ورا الظهر وإيد على الطاولة. والسؤال يقول ركزوا على السؤال، على منطوق السؤال، وأريد إجابات واضحة بصوت عالي. الله الصوت العالي. يقول السؤال اذكر مسحوق أبيض له علاقة بالطعام. شنو هذا المسحوق الأبيض له علاقة بالطعام؟ الملح. ها؟ ملح. الملح يعني الزائد والملح. يا سلام نتمالح. يقول الملح صح؟ طبعا مسحوق أبيض له علاقة بالطعام. طلع الملح. الملح رابع احتمال. إذا تعرف الأعلى ممكن تأخذ الفانيلا. ها؟ الفانيلا. الفانيلا. الفانيلا أيضا بيض. خلينا نشوف موجودة. ونعم موجودة لكنها بعد احتمال الأستاذ سعدي. تفضل أخي وتفضل أستاذ سعدي. يا الله يا الله افتتاح جميل. وخلي أفتح السترة الآن. خلينا نشوف. يلا عبد العزيز اذكر لي مسحوق